كان للملك فاروق أخت غير شقيقة، إنها الأميرة فوقية. أبوها الملك فؤاد وأمها الزوجة الأولى للملك شويكار. ولدت سنة 1897، تزوجت من محمود فخري باشا وأنجبت ولداً واحداً أحمد. عاشت في عزلة تامة في زوريخ، لا تخرج من جناحها في فندق دولدر، إلى أن توفيت سنة 1974، وقد سمح الرئيس أنور السادات بدفنها في مصر.